بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم. النهاردة عايز أكلمكم في موضوعين، في قضية عايز أتكلم عنها، والموضوع الثاني في بخصوص فكرة حلقة اليوم. يمكن الموضوع اللي عايز أتكلم عنه أنه النهاردة السيد رئيس الجمهورية عقد اجتماع مع قيادات سياسية وفعاليات حول قضية وطنية، وهي قضية سد الألفية اللي بتقوم أثيوبيا ببنائه، وهذا إذا تم فهو فيه تأثير على حصة مصر والسودان بالنسبة لمياه النيل. هذه مسألة فيها قولان كبير، وهي قضية أمن قومي وتتعلق بالأمن المائي لمصر، وهي مسألة حياة أو موت، هي قضية وطنية. من ضمن الذين ذهبوا إلى هذا الاجتماع الزميل الدكتور عمرو حمزاوي، وهو شخصية سياسية مهمة ومن أهم العناصر اللي ظهرت بعد ثورة 25 يناير 2011، وهو زميلنا هنا في السي بي سي. وما سأقوله الآن ليس دفاعا عن عمرو حمزاوي، ولكن حق لابد أن نقوله لإرساء فكرة مبدأ. دكتور عمرو حمزاوي لما كان معنا في الحلقة امبارح قال إن هو رايح هذا الاجتماع. دكتور عمرو حمزاوي عضو في جبهة الإنقاذ، وله موقف من الحكم الحالي، وله موقف من جماعة الإخوان المسلمين وسياستها، وله موقف من حزب الحرية والعدالة، وسياق مواقفه كلها تقريبا تتناقض مع الحكم الحالي، لكنه قال إنه القضية هي قضية وطنية، وأنه يجب أن يذهب لكي يشارك في هذا الاجتماع. منذ أن أعلن الدكتور عمرو ذلك، وبعد أن ذهب وتحدث وقال كلام بالغ الأهمية في اجتماع اليوم، أعتقد أنه كان من أهم الكلمات اللي قيلت في هذا الاجتماع، هجم على صفحات الفيسبوك هجوما شديدا، وهناك ملاحظات كثيرة حوله، والبعض اعتبر أنه ما يقوم به ممكن يكون شو إعلامي أو موقف فيه انتهازية سياسية. أنا من وجهة نظري أنه ما قام به عمرو حمزاوي هو نموذج لما يجب أن يكون عليه السياسي في مصر. تختلف مع خصمك السياسي، مع منافسك السياسي كما تريد في كافة القضايا، لكن لما تكون قضية أمن قومي، لما تكون قضية سلامة الوطن، لما تكون قضية المياه، لما تكون مسألة لها علاقة بالمياه والطاقة، فيها تهديد ل حاضر ومستقبل مصر، من هنا لا يجب ان احنا ندي ظهرنا ونقول احنا مخصمين الحكم ونتكلمش معاه ونسيبه يغرق لوحده ونسيبه هو يتصرف في هذا الموضوع ونعاقبه. احنا ما بنعاقبش الحكم اذا ما حضرناش، احنا بنعاقب مصر، احنا بنعاقب 94 مليون مصري اذا امتنعنا ان احنا نلعب دورنا ونؤدي واجبنا في إزداء النصح والمشاركة في صناعة قرار له علاقة بمستقبل هذه البلاد. نحن نخبة سياسية لا نعرف كيف نختلف، وما قام به عمرو حمزاوي اليوم مع الاحتفاظ بالألقاب الدكتور عمرو حمزاوي هو في حقيقة الأمر نموذج لما يجب أن يكون عليه المعارض. اختلف معك نعم في كل شيء، واتخذ مواقف وأقاطعك في كل شيء، لكن لما تكون القضية لها علاقة بالمسألة الوطنية ولها علاقة بمستقبل مصر وحاضره، يجب أن نشارك، لأن مصر ليست ملكا للرئيس وليست ملكا لحزب بعينه أو جماعة بعينه، مصر ملك لل 94 مليون مصري. هذه كلمة حق، يمكن أنا مخطئ فيها، بس هذا هو رأيي، وهذه كلمة أعتقد أن احنا يجب أن نرسيها في مبادئ الخلاف السياسي في مصر. النقطة الثانية هي فكرة هذه الحلقة. فكرة الحلقة هي استمرار للسؤال الذي نطرحه، وهو ماذا تبقى من الثورة المصرية، ولأين تذهب الثورة المصرية. عرضنا وجهات نظر مختلفة، الآن نطرح وجهة نظر الشباب التيار الإسلامي أو التيارات الإسلامية الذين كانوا في ميدان التحرير وقت الثورة وعاصروا كمية التغيرات التي حدثت، ثم شهدوا انتقال الحكم إلى الحكم المجلس العسكري، ثم فوز جماعة الإخوان المسلمين بالأكثرية في البرلمان، ثم فوز ممثل لهذه الجماعة لأول مرة في التاريخ برئاسة الجمهورية، ثم ما تلا ذلك من أحداث. إلى أين ذهبت بنا وبهم هذه الأحداث؟ رؤية إسلامية ورؤية التيار الإسلامي السياسي الإسلامي في هذا الموضوع
كما نحاول دائما بكل موضوع وكل توازن أن نعرض كافة وجهات النظر، نخلي الساحة هذه الليلة بوجهة نظر التيارات الإسلامية لتقول لنا وجهة نظرها، ماذا حدث للثورة؟ هل هي بخير؟ هل هي اختطفت؟ هل هي مستمرة؟ أم هي تتحقق في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين؟ بعد الاستراحة يبدأ النقاش.